Okay, there you go. Let us share screen. Okay. فإذا كنا عم نحكي قبل شوي عن المفهوم الكلفة الحدية، يعني حب الوحدة كلياتها، حب الوحدة قديش عم تكلفني زيادة، قلنا لنحسبها هي التغير بالكلفة الكلية على التغير في الإنتاج. التغير في الكلفة الكلية التغير في الكلفة الكلية على التغير في الإنتاج. بس أنا بعرف إنه التغير بالكلفة الكلية هي أصلاً كلفة متغيرة زائد كلفة ثابتة. الثابتة ما بتتغير، بالتالي التغير بالكلفة الكلية هو ناجم فقط عن تغير في إجمالي الكلفة المتغيرة. على تيك صار في يكتب هون إنه دلتا تي في سي على دلتا كيو. أوكي، هلا بنفرشكم عليها على الجدول كيف تبين. إذا بتشوفوا هون هذه الام سي هون، راح اكتب لكم القاعدة هون اللي بتساوي دلتا تي سي على دلتا كيو. شوفوا لاجي من 10 ل 15 حبة، لما اطلع من 10 حبات لاوصل ل 25 حبة، ل 25 مش 15. اوكي، يعني هول هالحبات هول كل حبة منهم قديش عم تكلفني زيادة عن اللي قبلها؟ شايف؟ يعني إذا أنا كنت بعشر حبات عم بنتج وبدي أطلع 25 حبة، قديش كل حبة زيادة بتكلفني؟ لأحسبهم لهول بستعمل الـ MC. هيا أوكي، شو بتساوي؟ بيجي لهون من العشرة للـ 25، هيا هون من العشرة للـ 25 كان الكلفة الكلية 120 صارت 140، بالتالي التغير بيساوي 20 دلتا تي سي على تغير في الكمية بيساوي 15. 20 على 15 بيطلع عندي 1.33. شوفوا هون إذا بدكم لأطلع من 72 حبة ل 82 حبة، 72 حبة ل 82 حبة، كل حبة زيادة قديش عم بتكلفني؟ بجي بدي احطها هون. اوكي، من 72 ل 82 كل حبة زيادة قديش عم بتكلفني؟ بحسب دلتا تي سي من 200 ل 220، يعني 20 على التغير في الدلتا سي تي سي على دلتا كيو، دلتا كيو يعني 10، 20 على 10 بيطلع 2. خلينا نعمل اخر وحده، بس رح اعملها بالطريقه الثانيه، رح اعملها بالطريقتين دلتا تي سي ودلتا تي في سي. شوفوا هون عم يطلع الانتاج باثنين، والدلتا والتوتال كوست من 280 لل 230، يعني دلتا تي سي على دلتا كيو، دلتا توتال كوست 280 على 320 على دلتا كيو 2 بيطلع بيساوي 10. بيساوي 10. طب في اعملها على الدلتا تي في سي؟ بلا، في اعملها تي في سي. هيا تي في سي كانت 180 صارت 200، تغير بالكلفه المتغيره كمان 20 على 2 راح يعطيني ذات الجواب. اوكي، طيب اول شغله بدي لاحظ هون، ماشي حال الصوت هلا؟ ايه احسن. اوكي، بدي لاحظ هون انه الكلف وضحت شوي الكلفة الحدية، مش هيك؟ ايه. اوكي، الصبايا حدا ماشي حال الكلفة الحدية واضحة؟ كثير مهم نعرفها شو معناتها. ايه واضح. هاي الكلفة الحدية اذا بتلاحظوا انتو 2 1.33 1 ورجعت هون بلشت تطلع. والسؤال هو هنا ايش مثلا؟
ليه؟ قلنا يا محمد أنديل ليه؟ نحن الأمسي نعرفها أنه هي الدلتا تي سي على الدلتا كيو. بما أنه عندنا الدلتا تي سي هي ثابتة عم تزيد 2020، يعني اللي بيتحكم بالأمسي هي الدلتا كيو. لما أول شيء كانت 2 نزلت لل 1.33 لأنه كان الفرق 15. لما زاد الفرق بس يزيد الفرق بالدنومينيتر الإجباري يصغر هذاك الجواب. فبس زاد الفرق صار 20، 15 ل 20 صغر الجواب. بعدين بلش يكبر الفرق، يصغر الفرق عفوا، بلش يصغر الفرق فإجباري يرجع يصغر هذاك يكبر عفوا الجواب. شكرا يا محمد. بس انت يا محمد فسرت لنا اياها بشكل كثير ماتيماتكس، فيك تفسرنا اياها بشكل اقتصادي اكثر؟ تقدر؟ اللي حكيته صحيح؟ لا صراحة ما عندي جواب. في حدا بيقدر يفسرنا اياها بشكل ايكونومكس اكثر؟ ليش هذا هون عم بيزيد؟ ليش بالأول بينزل وبعدين بيرجع بيطلع؟ يعني محمد كان عم بيقول إنه دلتا الام سي ما هي بتساوي دلتا تي سي على دلتا كيو. محمد عم بيقول إنه دلتا تي سي على طول عم بتساوي عنا 20، بس الدلتا كيو بالأول كانت عم بتزيد. لما كانت عم تزيد معناتها الام سي عم ينقص، وهذا هون الام سي كان عم ينقص. بعدين لما الدلتا كيو صارت تنقص، يعني كان بالاول 15 صارت 10 صارت 6 ما بعرف قديش، اكيد الام سي بده يصير عم يطلع. اوكي صحيح، هذا اللي شايفينه يعني نحن. ايه بس شو يعني شو فينا نفهم منها اقتصاديا بالرياضيات بالالجبر؟ يعني في علاقة عكسية. اوكي وغيره بدي تربطوا لي الامور ببعض. يا ريتا شو عندك؟ بس يرتفع الانتاج الام بي ال بدها ترتفع، وبالتالي هيدي الام سي بدها تنزل. بس ينزل الانتاج الام بي ال، قصدي عفوا بس يطلع الانتاج الام بي بدها تطلع، وبالتالي الام سي بدها تنزل. طيب وبس انه تصير خلص ما بعرف بس هالقد يعني. اوكي تحصلنا صرنا اعطينا فكره. تنزل الام بي ال بتطلع الام سي. اوكي طيب صحيح، في عندي علاقه عكسيه بين الام بي ال والام سي. لاحظوا هون الام بي ال تساوي 10. استاذ رح الصوت مش الحال هلا. طيب هذا هون الـ MPL 10 15 20، هون الـ MPL عم يرتفع. بيقوم الـ MC، فإذا طلعوا لي شوي MPL عم يرتفع. أوبس. MPL عم يطلع، ليكو الـ MC شو عم يصير له؟ 2.33.1، معناتها الـ MC بده ينزل. أما هون الـ MPL صار 15 12 10، الـ MPL هون عم ينزل. طلعوا لي هون على الـ MC شو عم يصير له؟ كان 1 صار 1.33، 1.67، 2 عم يطلع طلوع. فإذا لما الـ MPL ينزل معناتها الـ MC بده يرجع يطلع. فإذا في عندي علاقة عكسية بيناتهم.
وهو هذا اللي كان عم بيقول عنه محمد أمديل قبل شوي، بس ما فسرها بشكل اقتصادي. هي لما الدلتا كيو عم بتزيد معناتها الـ MPL عم بتزيد، معناتها المارجنال كوست بده ينزل، الكلفة الحدية بدها تنزل. هذا اللي صار عندي هون بالأول. أما بالمرحلة الثانية صار الدلتا كيو عم تنقص من هون، هي الدلتا كيو صارت عم تنقص، بيقوم الـ MC بيزيد. ما هي لما الدلتا كيو تنزل معناتها الـ MPL عم ينزل. ما هي الدلتا كيو هون قديش عم يتغير الإنتاج كل ما عم يزيد عامل، قديش عم يتغير الإنتاج كل ما عم يزيد عامل، وهذا التغير بالإنتاج عم ينزل، مما يعني أنه بالأخير عم يخليني أشوف أنه الـ MC عم ترجع تطلع. بالتالي أنا صار في أفهم شغلة أساسية هون، إنه المارجينال كوست الكلفة الحدية عم تعطيني ذات المعلومة تقريباً أو كتير مرتبطة بالإنتاج الحدي. الإنتاج الحدي بيطلع معناتها الكلفة الحدية بدها تنزل، إنتاج الحدي بينزل معناتها الكلفة الحدية بدها تطلع. واضحة هاي النقطة؟ إذا بدكم رح فرشيكم على رسم صغيرة بتفرجين العلاقة بيناتهم. طلعوا شوي هون، هيا. هذا أول عامل، هذا ثاني عامل، هذا ثالث عامل. نحن شفنا أنه نحن في عنا لثلاث عمال عم بيكون في عندي تخصص. هيا، أول عامل والثاني والثالث، 10، 15، 20. فإذن أول عامل والثاني والثالث، بعد الثالث يبلش أثر قانون تناقص الغلة، وهاي هي اللي هون. والثالث صرنا على 45، هيا على 45. هيا الكلفة الحدية بالأول كانت 2، صارت 1.6، صارت 1.33، ماشي الحال. من هون بتبلش ترجع تطلع، من هون بتبلش ترجع تطلع. فإذن أنا على طول بدي خلي ببالي انه هاي مرايه لهي. اذا هون كان اذا هاي عم تنزل معناتها هاي عم تطلع، اذا هاي عم تطلع معناتها هاي عم تنزل، والعكس صحيح. يعني اذا باخذ انا اذا شي مره بقلكم هذه رسمه الام بي ال، ارسم لي الام سي الكلفه الحديه، بتطلع عندي هيك. لما هاي تكون بالماكسيموم هاي تكون بالمينيموم، هذه الـ MC بالعكس على طول. طيب وهذه بدها توصلنا لنقطة تانية حلوة هون كمان. شوفوا لي شوي هون. طلعوا لي هاي على الرسمة هون، رسمنا هذا المنقط هو الـ AVC، وهذا الأزرق هو الكلفة الحدية MC، كلفة الحدية. لاحظوا شو العلاقة بيناتهم. طبعاً هون الـ AVC بيوصل هون للمينيموم بيرجع بيطلع، مثل ما شفنا احنا الـ AVC بينزل هيك بيرجع بيطلع. هيا واصل هون للمينيموم ورجع طلع. طلعوا فيه لما تكون الكلفة الحدية بالأول بتكون تحته، بعدين بتقطعه بالمينيموم تعوله بترجع بتطلع. اوكي. وطبعا هون السؤال بدنا نتساءل انه ليش. فاذا برجع بعيد، الكلفة الحدية هي تحت أو أسفل المنحنى، منحنى الكلفة المتغيرة المتوسطة. أوكي، الكلفة الحدية الـ MC أقل أو أدنى أو تحت متوسط الكلفة المتغيرة، لا توصل للمينيموم تاعولها، مينيموم تاع الكلفة المتوسط الكلفة المتغيرة. بعد متوسط الكلفة المتغيرة بتصير الـ MC أعلى. يعني إذا بدي أعمل لها رسمي هاي، اشتغل عليها هيك،
عندي هون رح بدي احط الاي في سي والام سي. الاي في سي اللي بتنزل نزول بتوصل لمينيموم ترجع بتطلع، هذا اي في سي. اما الام سي بتكون هون، ما بيهمني من وين بتبلش، بس بتكون هون بتنزل بتنزل ترجع بتطلع، بتبلش فيها من هون وبترجع بتطلع، هذا الام سي. اوكي، شو عم بيصير عندي هون؟ رح أقسم الرسمة لقسمين، رح أقسم الرسمة لقسمين. أوكي، شوفوا لي هون الجهة واحد والجهة اثنين. بالجهة واحد الام سي هون أحسن، الام سي أقل من الاي في سي. الام سي الكلفة الحدية أقل من الاي في سي. شو بده يصير بالاي في سي؟ بيقوم الاي في سي بينزل. شوفوا بالجهة الثانية، الام سي هون أعلى من الاي في سي. الام سي أعلى من الاي في سي. شو بيصير بالاي في سي؟ بيقوم الاي في سي بيطلع. هذا كثير قريب للمفهوم يلي شفناه بالام بي ال واي بي ال، ومش بس كثير قريب، هو ذاته بس بالعكس. بالتالي انا صار فيي اقول كمان شغله هون، انه بستنتج انه اذا كانت الكلفه الحديه اقل من متوسط الكلفه المتغيره، اذا كانت الكلفه الحديه أقل من متوسط الكلفة المتغيرة ستنخفض أو سينخفض متوسط الكلفة المتغيرة. فإذن إذا كانت الكلفة الحدية أقل من متوسط الكلفة المتغيرة سينخفض متوسط الكلفة المتغيرة. أما إذا كانت الكلفة الحدية أعلى من متوسط الكلفة المتغيرة، بهذه الحالة اللي هون سيرتفع متوسط الكلفة المتغيرة. وهاي هي ذاتها اللي شفناها بالام بي ال اللي شفناها بالفصل السادس. رح نروح نحن على الرسمة هون. إذا بتتذكروا هذه الـ MPL والـ APL، هيها الـ APL بتطلع وبترجع بتنزل. لما تكون الـ MPL أعلى من الـ APL، الـ APL بتطلع. لما تكون الـ MPL أوطى من الـ APL، الـ APL بتنزل. بعبارة تانية رح أحكي لما يكون الحدي أعلى من المتوسط، المتوسط بيطلع. لما يكون الحد أقل من المتوسط، المتوسط بينزل. وكمان بالنسبة لهذا الشيء هون، لما يكون الحد أقل من المتوسط، المتوسط بينزل. لما يكون الحد أعلى من المتوسط، المتوسط بيطلع. ذات العلاقة هي ذاتها. في حدا عنده سؤال لهون؟ إن شاء الله يكون الصوت واضح. واضح. أنا ما عم باخده معطي معكم كتير هذا الكلاس، لأنه بس على قد الكونكشن. يلي عنده أي سؤال دغري يخبرني. في شي سؤال لحدت هون الصبايا شباب؟ لا. واضحة الفكرة شو هي؟ ايه واضحة. طب هلا لما يكون الحد اصغر من حيالله فاريبل ولا كيف يعني؟ اوكي،
مش لما يكون الحد أصغر من حيلا فاريبل، لما يكون الحد أصغر من يعني لما خلينا لك شغلة بده يكون أصغر من الفاريبل اللي مرتبطة فيه. أوكي. طيب هلأ بعد في عندي يعني أنا هلأ إذا بدي أعمل رسمة عندي، إذا بدي أرسم الرسمة أنا صرت فهمان شغلة صغيرة هون، أو صرت واضحة عندي شغلة هون إنه هيك. إنه هون عندي الكمية وهون في عندي الـ AVC وهون في عندي الـ MC. طيب صرت هلا أنا عارف إنه هذه الـ AVC بدها تنزل وبترجع بتطلع AVC تنزل وترجع بتطلع، وصرت فهمان إنه الـ MC بتبلش هون somewhere هاي بتنزل بدها تضرب بهاي بالمينيموم تاعولها MC. أوكي طيب رح فرشيكم على رسمة تانية وبرجع لهاي. إذا بروح على ليك هون شو حاطت على ال هون حاطت AVC و ATC و MC. هون هاي ال ATC هون توصل للمينيموم هون وبترجع بتطلع، فإذا ال MC رح يضرب مثل ما ضرب بالمينيموم تاع الـ AVC رح يضرب بالمينيموم تاع الـ MC. رح أعمل الرسمة عندي هون إن شاء الله بتبين أكثر. مثل ما ضرب بالمينيموم تاع الـ AVC رح يضرب بالمينيموم تاع الـ AFC الـ ATC عفوا. والـ ATC أنا بلش أوبس وين راح ATC أنا نبلش من فوق هاي في أكثر من شغلة بدنا نركز عليهم هون. لما أعمل هيك رسمة بدي ركز عليهم. أول شغلة بس للتذكير أنه هذا المسافة العمودية بين ATC والAVC عم تصغر شوي شوي. ليه؟ لأنه هذه المسافة العمودية هي متوسط الكلفة الثابتة يلي كل ما عم نزيد الكمية بينزل. هذا بس عم ذكركم فيه. الشغلة الثانية هي انه الـ ATC بيوصل لمينيموم وبيرجع بيطلع. بالاول بينزل بسرعه لانه الـ AFC عم تنزل بسرعه، بعدين بيرجع بيطلع لانه الـ AVC عم ترجع تطلع. اوكي النقطه الثالثه هي انه مثل ما الـ MC ضرب الـ AVC بالمينيموم تاعولها، الـ MC رح يضرب الـ ATC كمان بالمينيموم تاعولها. وكمان رح نرجع على ذات الاستنتاج انه اذا الـ MC اقل من الـ ATC فاذا الـ ATC بيكون عم ينزل، واذا الـ MC اكبر من الـ ATC معناتها الـ ATC عم يطلع. لاحظوا هون طلعوا لي رح اقسمها كمان لقسمين هاي اوبس لاحظوا هون على الـ 1 شايفين هون الـ MC الكلفة الحدية عم تنزل وبترجع بتطلع، عم تنزل هون وبترجع بتطلع. نحن ما بيهمنا إذا عم تنزل ولا عم تطلع، أنا بيهمني بس إذا هي أدنى أو أعلى. بما أنه هون بهذا الكادران هون الـ 1 الـ MC على طول هيها
إذا بدكم الـ MC خلينا نعملها بالملون هون MC على الطول أدنى من الـ ATC الـ MC على الطول تحت الـ ATC بالتالي الـ ATC عم ينزل مثل ما قلت لكم وهون بالجهة الثانية الـ MC أعلى من الـ ATC بالتالي الـ ATC بيطلع هذه مثل قصة الطالب اللي بيجي جديد على الصف إذا كان معدله أعلى من متوسط الصف متوسط الصف بده يطلع إذا كان معدله أقل من متوسط الصف متوسط الصف بده ينزل هي ذاته أوكي يعني إذا أنا جبت إذا فات عندي حدا على الصف بعد في 10 دقايق بيخلص الوقت إذا فات عندي حدا على الصف جايب علامته أعلى من الصف معدل الصف بده يطلع إذا إجا واحد تاني إذا إجا واحد تاني أقل من يلي قبله بس برضو أعلى من الصف كمان معدل الصف بده يطلع والعكس صحيح طيب في سؤال لحديت هون؟ لا أوكي هلا أنا اللي بدي إياه منكم كثير بيهمني إنه هذا نركز عليه هذا الجدول ونفهمه هذا الجدول هون بدنا نركز عليه ونفهمه أنا بدي من الديليجيت أو الصف يذكرني الليلة لأبعث لكم جدول من هون أو لكم تفتحوا أي صفحة بالكتاب وتجربوا تحلوا لي الجدول بس الدليجي يذكرني الليلة لو سمحتوا بتاع الفرنش وتاع الإنجليزي مشان لكم شو بدكم تعملوا قبل ما كفي أي شيء تاني واضح؟ هذه شغلة الشغلة التانية بدي أذكركم أنه بدي أعمل حصة إضافية فيني في عنا حل من حلين أو بنتفق أنه يكون على موعد وبس بدنا نتحمل قصة الكونكشن وفينا نعمل المساء إذا بدكم كمان أنا ما عندي إشكال ساعة 7 ساعة 8 أنا ما في عندي إشكال مشان المهم بدي بعد في عندي محاضرة هذا الأسبوع ومحاضرة يوم السبت وبدنا نجرب مش عارف إذا فينا نعمل محاضرة يوم الاثنين بدي خلصه ماشي الحال إذا فينا نعمل محاضرة إذا ما بتزبط المحاضرة في نزلكم تسجيل وأنا بفضل نعمل محاضرة طيب أوكي دكتور أوكي بدي خليني كفي الدرس لكان لأنه بعد في عندي 7-8 دقايق ومنروح من وقت طيب في عندي هلا لاحظوا شغلة إنه نحن كل شيء كنا عم نحكي قبل شوي إنه هون هذه الرسمة كانت عم تقول لي قديش كلفة الإنتاج وقديش متوسط الإنتاج وفي عندي كلفة حدية وفي عندي كلفة متوسطة متغيرة بالفصل اللي قبله كنا عم نحكي إنه إذا جبنا عامل زيادة قديش بيكون الإنتاج الكلي قديش بيكون الإنتاج الحدي بس السؤال الأساسي يلي كنا عم نسأله دائما بعد ما جاوبنا عليه يلي هو طيب الشركة قديش بدها تجيب كم عامل بدها تجيب هل بتجيب عامل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة أو ما بتجيب حدا صفر هذا اللي من هلأ وبالرايح بدنا نشتغل عليه بدنا نوصل للنتيجة يعني لنوصل للنتيجة في عندي لأنه كمية الإنتاج اللي بدها تنتجها الشركة تتعلق دائما بحجم السوق ونوع السوق نحن ما في عندنا مجال ندرس كل أنواع الأسواق رح نروح على سوق المنافسة الكاملة سوق المنافسة الكاملة هو سوق تشتد فيه المنافسة وإله شروط معينة وهو بيساعدنا أنه نفهم تركيبة السوق وكيف السوق بيحدد الأسعار. شو يعني أنا لما السعر لازم يكون قد الكلفة الحدية ليكون في ربح حد أكثر. خليك معي. المنافسة الكاملة
شروط المنافسة الكاملة، لأقول إنه في عندي منافسة كاملة هو هذه الشروط. أول شيء نفترض وجود عددا لا متناهٍ من صغار الباعة وصغار المنتجين. يعني ما في عندي شركة كبيرة هي ماسكة السوق أو هي ماسكة معظم السوق. يعني لما أقول شركة كهرباء لبنان هي ماسكة الكهرباء بلبنان، إذا عم نحكي كهرباء، إذا في كهرباء يعني، في يقول إنه ما في، يقول إنه في عندي منافسة كاملة. لما بتضيع عندي في اثنين بس عم يعطونا اشتراك مولد، لا هذا مش منافسة كاملة، لأنه نحن عم نحكي عدد لا متناهٍ، عدد كتير كبير من صغار الباعة. أنا عندي بالضيعة في عندي اثنين. لما أقول عن سوق الطيران روحة على فرنسا، إذا بدي روح على فرنسا أنا كيف بدي بالطيارة أروح على فرنسا؟ في عندي الميدل إيست وفي عندي عم نحكي ديركت، خطوط ديركت، في عندي الميدل إيست وفي عندي إير فرانس. طيب هون في عندي شركتين بس، في روح عن طريق شركات تانية مثل تركية، مثل الإيطالية، مثل ما بعرف شو في بعض، مثل حتى التركية في منها أكثر من واحدة، بس ما هول صاروا 4-5، مش عدد كتير كبير. أوكي؟ طيب بالتالي في عندي شرط أساسي للسوق المنافس الكامل أن يكون في عندي عدد لا متناهٍ كتير كبير من صغار الباعة. الشغلة التانية، نفترض أن المنتج متجانس، يعني عم ينجو ذات السلعة بالضبط هي ذاتها. يعني حتى لما أنا أحكي عن شركة الطيران بين بيروت وبين باريس، ميدل إيست بتقدم لي رحلة ديركت من بيروت على باريس، والإير فرانس بتقدم لي ديركت من بيروت على باريس. أوكي، ولكن تركية ما بتقدم لي ديركت، بالتالي هذه السلعة مش هي ذاتها هي السلعة. وحتى بين إير فرانس وبين الميدل إيست السيرفيس على الطيارة مش هو ذاته، بالتالي كمان السلع مختلفة. Okay. طيب عم نفرض انه هو ذاته، يعني اذا انتم بتاخذوا قنينة المي، في عندي قنينة مي صحة وفي عندي قنينة مي نسلة وفي عندي قنينة مي سلسبيل وما بعرف شو، الشرط الثالث من شروط المنافسة، خليني أخذ الحضور لأنه رح يخلص الوقت تقريبا. فإذا الشرط الثالث من شروط المنافسة هو نفترض أن الكل لديه كافة المعلومات عن الأسعار في السوق، يعني الكل بيعرف الأسعار شو هي. طيب والشرط الرابع يلي نحن نحتاجه بعدين، نحن نفترض كذلك حرية الدخول والخروج من السوق، يعني مين ما كان بيحقله يفوت ينتج بالسوق ومين ما كان بيحقله يظهر من السوق يترك. مثل شو يعني عم بحكي أنا عن سوق المنافسة الكاملة؟ إذا بأخذ أنا شوفوا اللي بينزل على صيدة بياخذ الكورنيش البحري، بيقطع الكورنيش البحري من أوله لآخره، بيلاقي شي 20-30 بيع سمك وكلهم بتلاقيه هون عم يبيعوا سمك الإجاج. أنا مذكر قبل الأزمة طبعا نقطعهم كلياتهم، كلهم حاطين على الورقة تاعتهم 7000 ليرة كيلو قبل ما يصير الأزمة. يعني بتقطع من أول كورنيش على الآخر، وأول بيع حاطت 7000 ليرة. هون نحن عنا عدد كتير كبير من الباع. اثنين، عم نفرض المنتج متجانس هو ذاته السمك اللي عند الكل. وثلاثة، الكل عم يعرف الأسعار. أوكي،
رابعة نفترض كذلك حرية الدخول والخروج من السوق. مين ما بده بيروح بيفتح بسطة وبيبيع، مين ما بده بيسكر بسطة وبيطلع من السوق. هذا نموذج عن المنافسة الكاملة. نموذج ثاني عن المنافسة الكاملة سوق الخضرة. بتروح أنتوا على سوق الخضرة بتلاقوا 20-50 بياع كلهم عم يبيعوا فجل. فإذن عدد لا متناهي من صغار الباعة، في كتير بياعين، المنتج هو ذاته، الكل عنده معلومات، فيكم تروح تسألوا الكل عن الأسعار، أوكي؟